محمد إسلام رميح الطفل السوري ابن مدينة دمشق والفائز بجائزة The Voice Kids برنامج المواهب للأطفال يبث على قناة الام بي سي. كان اسمه واسم مدربته نانسي عجرم من الأسماء الأكثر تداولا على منصات التواصل بالساعات الأخيرة، كون امبارح كانت الفاينل بعد الإعلان عن فوز الطفل السوري، واللي اعتبره العديد من المغردين والمتفاعلين مع الحدث على أنه فوز له هدف بعيدا عن الموهبة والصوت. إنما أتى في هذا الوقت اللي ما زالت قضية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ما انطوت بعد بخصوص مقتل العامل السوري محمد الموسى في منزلهم، فاعتبر العديد من المغردين الحادثة كمحاولة لطي الصفحة وتحسين العلاقة بين نانسي عجرم والجمهور السوري. نانسي عجرم غردت على تويتر بتغريدة بعد فوز الطفل وباركت من خلالها للسوري بالفوز بلقب أجمل صوت شاب بالوطن العربي، وقالت فيها مبروك محمد إسلام رميح، أحلى صوت، من قلبي بهنيك، أنت بتستاهل النجاح. لكن الردود والتعليقات كانت بعيدة كل البعد عن أجواء الفوز اللي عادة ما بنشهدها بالسيزنز الماضيين. خلونا نشوف كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول فوز الطفل. هدى قالت: واضح فاز لي، هو فاز عشان سوري ويحسنوا علاقتك بالسوريين، صوته وهو صوته عادي جدا، ما كانش مفروض أصلا ينافس بالنهائي، لكن وصوله كان لغاية. واضح أنه المغردة هي من مصر. أما رنا قالت: والله لا والله مو أحلى صوت صراحة، بس الموضوع مجاملة إليك مش أكتر، بعد أزمتك الأخيرة ولا محمد إبراهيم بحق اللقب منه أكتر، وحتى ياسمين أفضل من محمد إسلام. أما أيضا تعليق آخر كمان كان إسماعيل كلش اللي قال: فوز الطفل السوري بذا فويس كيدز لهالسنة ما له علاقة بالصوت ولا بالتصويت، الطفل مؤدي جيد ولكنه ما بيستحق اللقب، فهي مسألة إصلاح العلاقة بين الجمهور السوري والمغنية نانسي على خلاف حادثة مقتل العامل السوري ببيتها، وكل هذا على حساب إذن المستمع والمشتركين البقية. وحتى من رأوا إنه محمد إسلام بيستحق إنه يفوز وآمنوا بموهبته، ولكن ما قدروا إنه هنا ما يربطوا القصة بقضية مقتل العامل السوري، مثل محمد مطاوع يلي كتب أيضا على الفيسبوك وقال: بيستحق محمد إسلام رميح، إن شاء الله ما يكون فوزه مرتبط بقضية نانسي الأخيرة ويكون فاز لأنه سوري، وهيك بتبرد الأمور شوي بينه وبين جزء كتير كبير من الجمهور السوري. الصبي بيستحق على كل حال، وهذا بكفي. محمد إبراهيم وياسمين أسامة مميزين جداً.